السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايب قلبي؟ عاملين إيه؟ رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة معنا ريفيو عن مكان تحفة 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 جدا عندنا هنا في محافظة قنا، مركز قفط، شارع المنشية، خلف بنك مصر، أمام مكتب العمل وأمام الوحدة الصحية للأطفال. المحل ده اسمه الرحاب للمنظفات، اللهم بارك. محل ممتاز جدا، في كل حاجة تخص البيت المصري اللي انتم محتاجاه في بيتك من منظفات. في واخدين التوكيل الوحيد لمنظفات شركة شاين، هما الوكيل الوحيد والمعتمد على محافظة قنا في منتجات شاين. لو انت عندك صفحة مثلا على النت ممكن تاخدي تبيعي منها اونلاين، تعرضي المنتجات دي وتبيعيها بسعر رمزي جدا، منها الاسعار حلوة خالص عندهم. لو انت برضو لو فاتحين سوبر ماركت، طبعا في كل سوبر ماركت بيبقى فيه مكان مخصوص للمنظفات، برضو ممكن تعرض المنتجات دي عندك. الاسعار بتاعتهم تحفة، مكسبها حلو جدا، وغير كده الجودة والكواليتي بتاعتهم حكاية يعني. بصراحة جربت كتير بس حاجتهم دي تحفة، شاين دي طلعت منها في قلبي بصراحة. اول حاجة معايا بعتوها لي هنا اللي هي معطر الارضيات بالخوخ، بصراحة الريحة تحفة، انا عموما بعشق الخوخ جدا، فكانت حلوة جدا بالنسبة لي ان يبعتولي حاجة. والله بجد انا ما طلبتش منهم، بس الحاجة اللي مبعتالي الروايح اللي انا بحبها جدا، اولا المعطر بريحة الخوخ، وده شاين ده بتاع المواعين بقوة الليمون لإزالة أصعب الدهون. بصراحة الريحة بتاعته تحفة، والملمس بتاعه ناعم جدا على الإيدين، ما تخفيش وما تقلقيش على إيدك، ريحته حلوة وملمسه ناعم على الإيدين. ده منظف ومعطر أرضيات بيجي بحجمين، الحجم الصغير ده وده الحجم الكبير. الريحة حلوة، عطور فرنسية طبعا، دي حاجات مركزة يعني، غطاية واحدة منهم على مية وهتعطر معاك الدنيا وهتلمع معاك الأرض بإذن الله، وده كله احنا هنجربه واحدة واحدة مع بعض. المعطر هنا معطر جو تحفة بسهر الليالي، انا الريحة دي بحبها جدا، كنت بجيب منها شاور جل، فلما شفتها قدامي في انها تكون معطر جو بصراحة انبهرت بيها، لان الريحة بتاعتها خرافة، بتقعد فترة جامدة في البيت يعني، ترشيها مثلا على الانتري، على السجاد، على الستاير، عشان تمسك معاك الريحة بتاعتها. تمام، انا مش عارفة ابتدي بايه لانهم كلهم احلى من بعض بصراحة، التجربة بتاعتهم كانت تحفة بالنسبة لي. ده ملمع الزجاج، دول اتنين بيجوا مع بعض، واحدة بالبخاخة والتانية انك انت تزودي منها بعدين. الريحة بتاعته تحفة، انا عايزة اعرف سر الريحة بتاعتهم يا جماعة، والله العظيم بجد ريحة الملمع تحفة. نيجي هنا بقى لمانع الحشرات الطائرة، ده بدون رائحة، لأي حشرات طائرة عندك، ناموس او دبان او اي حاجة كده، تحفة بصراحة، ملوش اي ريحة، انا برش منه دايما من ساعة مجاني وهو ممتاز. بالنسبة كمان للنمل انا برش منه يعني فظيع جدا في النمل، والله العظيم بجد يعني، هو الحشرات الطايرة بس انا رشيت منه للنمل تحفة يعني، كان في شوية نمل اتلموا على حاجة ابني بسكوتة وقعها في الارض، بصوا النمل اتوفى في لحظتها، وحلو جدا ان هو امن ان ملوش اي ريحة ممكن تزعجك او تزعج الاطفال. نيجي بقى للشاور جل العسل، ده الامور بريحة العود، وانا بعشق العود جدا في الحياة اللي زي دي، بصراحة ريحته تحفة والرغوة بتاعته ممتازة، هجرب كل حاجة معاكم وهتشوفوها قدامكم. ده مناسب لجميع انواع البشره يعني، ما تخافيش او تقلق على بشرتك، الملمس بتاعه ناعم جدا على البشره، تحس كده والله بجد كانك عامله حمام مغربي بعد ما بتستخدميه. انا جربته حسيت ان انا عامله حمام مغربي، لان حاسه بشرتي كانت ناعمه جدا جدا وبتزفلط، فاهمين يعني الاحساس اللي هو بتزفلط. بصراحه حلو برضو. ده برضو للحشرات الزاحفه، لو عندك ممكن اللهم احفظنا، البراس مثلا، نمل، صراصير، حلو جدا برضو. الميزة الحلوة بتاعته ان هو من غير ريحة خالص، بدون اي روائح، والله والله يا بنات انا مجربة الحاجات دي بنفسي قبل ما اعمل اي ريفيو عنهم، انا جربت الحاجة دي وبصراحة الست ربنا يجازيها كل خير جت لي عايزة مصدقية يعني، حتى لو حاجة ما عجبتنيش انا هقول انها مش عجباني. نيجي هنا، ده منظف للافران والستلس طبعا، دهون، شفاط، شباك المطبخ، اي حاجه فيها دهون مستعصيه عليكي ترشي عليها وتسيبيه من 5 لـ10 دقايق وتشوفي النتيجه الروعه. انا هوريكم تجربه عمليه ليه، انبهرت منه بصراحه، تحفه، يستاهل 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 ان انا اعمل ريفيو عليه. الكواليتي بتاعت المنتجات دي تحفه يا بنات، تحفه تحفه تحفه. زي ما قلنا ده لجميع الاغراض بتاعت اللي هو اللي عايزه نظافه، لو في عندك دهون كتير او ترسبات دهون في المطبخ تعملي بيها. نيجي للنينجا بتاعهم، ده طبعا منظف الحمامات والارضيات، طبعا تحفه. انا عشان اجرب المنتجات دي عملي معاكم، انا سبت البيت عندي والله الحمام وغيره يعني، سبته فتره عشان يتوسخ عشان اقدر اجرب الحاجه دي عمليه معاكم.
وبصراحة انبهرت بيهم، انبهرت. نقول تاني، لو انت عندك سوبر ماركت ممكن تعرضي المنتجات دي عندك، هتدخل لك دخل حلو جدا. الوكيل الوحيد والمعتمد ليه محل الرحاب، عنده كل المنتجات دي، محافظة قنا، مركز قبط، شارع المنشية الجديدة، خلف بنك مصر، امتداد مكتب الصحة، وأمام مكتب العمل. يا ريت تجربوه بنات وتكلموا من الأرقام الموجودة قدامكم. والسلام عليكم ورحمة الله.